إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الجزء الثاني من البلاد اليوم. في الجزء الأول كنا تحدثنا على شأن قضائي، قضية القضاء الإداري في الجزائر واستكمال مسار هذا القضاء. الآن في هذا الجزء الثاني من البلاد اليوم نتحدث على شأن صحي، والأمر يتعلق بفيروس جذري القردة الذي بدأ يعني ينتشر في أوروبا وأصبح يرعب حتى المنظمة العالمية للصحة بعدما كان هذا المرض محصورا في إفريقيا. إذن لمناقشة هذا الموضوع، لمحاولة معرفة أعراضه، أسبابه، كيفية الوقاية منه، مع علاقته بفيروس كورونا أو بالفيروسات الأخرى، هل له لقاح ليس له لقاح، وغيرها من الأسئلة، نسعد باستضافة البروفيسور عبد الرزاق بو عمرة، هو مختص في علم الأوبئة والطب الوقائي. مساء الخير أستاذ بو عمرة عبر خدمة سكايب، ومرحبا بك على قناة البلاد. أهلا وسهلا، وسعدت كثير أن يكون معك في هذا المساء. الله يسلمك أستاذ. إذن مباشرة دون عجالة دكتور، وش هو هذا الفيروس تاع جذري القردة؟ هل هو معروف غير معروف؟ هل هو جائحة غير جائحة؟ ممكن يتحول إلى جائحة؟ خطير، خطورة وباء كورونا، نحن كجزائريين والبشرية لم نسترجع بعد أنفسنا من كورونا. لا، هو في الحقيقة لا فاريول دو سانج ولا نعيطون، كما قلت الجذري القردة هو هذا مرض اللي عن طريق فيروس. هذا الفيروس اللي فامي يسموه لوختوبوكس فيروس، هي في الحقيقة الفيروس هذا معروف خاصة في المناطق الإفريقية، في غرب إفريقيا ووسط إفريقيا. الفيروس هذا كان اكتشف أول مرة في الخمسينات، كان الحالة الأولى اللي كانت إلزون إيدنتيفي عندها هذا الفيروس هي في السبعينات، دونك إلزون إيدنتيفي البرومي كا، كان هذا في الكونغو الديمقراطية نسموها الزائر آنذاك. نعم، من قبل. إذن الفيروس هذا معروف، ولا جينيرالمون كيفاش يكون، كانوا حتى في حالات مسجلة ليفوليسيون تاعو ولا التطور تاعو ولا لا طوندونس تاعو، كان فيها ديكاسبوراديك تسجل دائما في افريقيا، خاصه في المناطق المذكوره الافريقيه المعروفه كانت، ومن ذاك تصرى فيها يزيد عدد الحالات، يولي ليفوليسيون تاعو تولي سو فورم اونديميك. في حالات سجلت في بلدان كثيره في الاسابيع الاخيره هذه، خاصه من بدايه ماي كان سجلت فيه حالات كثيره، اولا الشيء اللي اثير على طونسو انه كانت بلدان اوروبيه، والشيء الثاني انه توشى في بلدان كثيره. من قبل هذه المرحله كان كنا نشوفه في بلد، مثلا في اخر الابيديمي التاليه كانت في نيجيريا. نعم. في 2003 كانت في الولايات المتحده، معروف هذا الشيء، لكن في منطقه معينه. هذه المرة لماذا لا أثير على تنسيون وفيه كلام كثير عليه؟ لأنه كان سجل وكان ديكلارا حالات في عدد كثير من البلدان، خاصة في كندا، في أمريكا، وحتى في البارح أو كانت الحالة الأولى في فرنسا، وهي الحالة تاع سجل هذاك جون تاع 29. طيب دكتور بو عمرة، أنت قلت سيت اون بانديمي، يعني لم يرتقي إلى جائحة، ما سبقش أنه ارتقى إلى جائحة يعني من قبل. لا، هو إذا نعرفوا الخصائص، كل فيروس وعنده الخصائص تاعه. الانتقال تاع الفيروس هذا جينيرالمون يقولوا له زونوس، إذا الانتقال تاعه من الحيوان إلى الإنسان. هذا أول شيء. الشيء الثاني، في حالات مسجلة من الانتقال من الإنسان إلى الإنسان، لكن الخاصية اللي ما قلقتناش كثير، لكن هذا ما يمنحش أننا لازم نراقب الأوضاع، أنه قوة الانتقال ما هيش كبيرة. إذن المعروف على هذا الفيروس هذايا أنه الانتقال تاعه ما يقدرش يعطي، كما كنت قلت لك، بانديمي، ولا ما نقدروش نقارنوه بالجائحة مثلا تاع الكوفيد، لأن الخصائص ماشي كيف تاع الفيروس. الانتقال جد بطيء وقليل ما بين الإنسان إلى الإنسان. طيب
طيب دكتور بو عمرة، هل سبق مثلا أن سجلت حالة من هذا الفيروس عندنا في الجزائر؟ يعني في السابق ممكن تكون تسجلت حالة أم لم يسبق أن دخل هذا الفيروس الجزائر؟ لا، هو لازم كاين مفاهيم، كاين الفاريو وكاين هذا الجذري اللي كنت ذكرت على القرود. المرض الجذري للقرود لم تسجل أي حالة في الجزائر. نعم. إذا نعرفوا أنه بالنسبة للفاريول اللي كانت الواماس ولا المنظمة العالمية للصحة كانت أعلنت أنه كان القضاء عليه في 1980. نعم. لكن الفاريول هذا ولا الجذري للقرود قعدت الحالات تسجل خاصة في الدول تاع غرب افريقيا. كاين في بعض الحالات كانت تسجل كما قلت لك مثلا الابيديمي تاع 2003 اللي كانت وقعت في الولايات المتحده الامريكيه، وكان اخر ابيديمي اللي صارت كانت في نيجيريا. مع هذا كان دائما الفاريول تاع القرود لانه هو يشبه الفاريول دي مانيير جينيرال، لكن عنده خصائص تاعو انه اقل خطر. نعم. لافاريو تاع القرد اقل خطر من لافاريو اللي نعرفوه وكلنا كانت البشريه عانت منه حتى مجيء اللقاح، واللي كانت المنظمه العالميه للصحه كانت قالت انها قضت عليه في 1980. استاذ بو عمره ربما انقطعت معه المكالمه، المهم ويقول بانه يستطيع هذا المتحور هذا. استاذ بو عمره أنا أسمعك، تفضل. حتى 10%. وهذه الخصائص، هذه أول شيء. الشيء الثاني أنه هو الأعراض كاين في مرحلة الحضانة. نعم. اللي هي متغيرة ما بين 5 حتى 21 يوم. هي المرحلة تاع لا بيريود انفازي، تبدأ فيه الأعراض تبان خاصة الحمى. لي دولور موسكولير، العياء، لي سيفالين، لي فيرتيج. نعم. هذه معروفه. وبعدين بعد هذه المرحله اللي تدوم حوالي 5 ايام، فيه مرحله تاع ليروبسيون كيتاني، تظهر دي بوتون خاصه في الفيزاج، ولي هما في الحقيقه خاصيه من خصائص الفاريول في القراده. تظهر عليك دي بوتون خاصه في الوجه تاع الانسان. جينيرالمون ليفوليسيون شحال تاع لا مالادي، ما بين يقولوا ما بين اسبوع حتى الاسبوعين بهذا ليفوليسيون جينيرالمون فافورابل. اذا قلت الموتى حوالي من 1 حتى 10%. لا سوش اللي جات مثلا اول الحالات اللي ديكلارات في انجلترا هما حالتين اللي جاوا من نيجيريا. ولا سوش تاع نيجيريا معروفه انها القوه ولا الحده تاعها مش كثير. اذا لا سوش اني با ريسبونسابل بوكو ديسي. حتى الان فيه استشفاء حالات، لكن ما فيش حالات ولا حاله وفاه. طيب دكتور بو عمره، الان على مستوى المواطن، يعني هل هناك اجراءات ينبغي ان يتخذها يعني للاحتراز، لربما الوقايه وغيره، أم أنه ليست هناك إجراءات للوقاية يعني؟ لا، هي الإجراءات الوقاية دائماً ما كي لازم تكون، من أجل مثلاً في المنظمة العالمية للصحة في الأسابيع الأخيرة كانت نقصت دخول بعض القوارض أو بعض الحيوانات اللي تجي من البلدان هذه المعروفة بالمرض، هي خزانات تاع المرض. نعم. الشيء الثاني كذلك اذا نعرفوا انه الان بدات الانفستيغاسيون لي زونكيت، لانه الخاصه تاع هذه المره كما كنت ذكرت من قبل، انه من قبل كان لما يجي المرض الجذري القرده يتوشي بلد، والبلد هذاك جينيرالمون كاين انسان انتقل الى بلد وين كاين فيه المرض يمرض، ومن بعد يرجع البلد تاعو، ولا نجيبوا حيوان من البلد هذاك اللي فيه المرض وندوه الى البلد نعيشوه كما صرات لي، نعيشوه في البلد اللي جاب هذاك الحيوان. هذا الشيء اللي صرا في ليبيديمي تاع 2003. اذا اظن انه في الحاله اللي رانا فيها الان، الاهم شيء هي المراقبه. المراقبه التطور الوباء، كذلك المراقبة للممكن أشخاص يكونوا في المنطقة وفيها الوباء كما في نيجيريا أو
في الكونغو الديمقراطية ولا كذلك فيه مراقبة تكون، لكن ما وصلناش إلى المرحلة اللي لازم تقلقوا كثير، لأنه كما قلت المرض ولا هذا المرض ما يعطيش، ماهوش مقارنة بالكوفيد، ما عندوش الخصائص كامل تاع الكوفيد، ماهيش نفس الخصائص تاع الكوفيد. الشيء الثاني كما كانت مثلا إسبانيا جابت الفاكسان، لازم نعرفوا ان اللقاح تاع لافاريول دون فاسون جلوبال، لافاريول ماشي غير لافاريول القرادي، هو فعال حتى ال 85% كونت هذا لافاريول، ولا هذا لافاريول هذا القرادي. هذا هو الشيء اللي لازم المواطن يعرفه. اذا فيه لقاح معروف وموجود وكان بروفا ليفيكاسيتي تاعو كونت المرض الجذري القرادي، ليفيكاسيتي تاعو حتى 85%. الان نستناو لي زانفستيغاسيون، لازم لي زونكات اللي بداو يندارو علاش هذا الانتشار. اظن انه فيها شيء يكون كوما بالنسبه للحالات هذه اللي سجلت في عده بلدان. ان ايفينمون اللي كانوا فيه جميع الاشخاص هذه، لانه لازم نعرفوا الشيء مهم جدا انه لا ترانسميسيون من شخص الى شخص لازم تكون فيه، لازم يكون علاقه قريبه جدا، يعني استادير ان كونتاكت ايتخوا ضيق جدا. وهذا هو الشيء نستناو لي زانفستيغاسيون، نراقبوا التطور. وهذا ما يمنعناش اننا ممكن باش نوضعوا الاحترازات الوقائيه في الوقت المناسب. طيب، هي اكيد السلطات الصحيه في الجزائر خذات احترازاتها، خاصة مع فتح الأجواء يعني وتكثيف عدد الرحلات الجزائرية إلى الدول الأوروبية منها إسبانيا، فرنسا، بريطانيا وغيره. في تقديرك هل يعني ممكن أنه يتخوف الإنسان أم أنه لا داعي للقلق والخوف؟ أنا أظن كما قلت لك في المرحلة الحالية ما نزلناش نتقلق. المرحلة العالية إذا كان كما قلت نفس لاسوش اللي نعرفوها، هي سوش ماهيش خطيرة في أغلب الحالات المسجلة، راح تروح إلى لاغيريزون، إنسان يبرى بعد أسبوعين حتى 3 أسابيع كما كنت ذكرت. لا كونتامي لا ترانسميسيون تاع لا مالادي ماهيش بالقوة الكبيرة، وهذا الشيء لازم ناخذوه بعين الاعتبار، لانه لازم قلت لي يكون كونتاكت ايتخوا وبرولونجي ما بين انسان باش يقدر يمرض. اظن انه احنا في الجزائر ما عندناش هذيك نجيبوا الحيوانات الاليه لي رونجور ولا لي سانج من لي بي وين فيها المرض هذايا، واذا كنا اذا خفنا نقدروا نديروا نظام مراقبه. والشيء المهم الان هي المراقبه، لو سيستم دو سيرفيلانس، المراقبه تاع تطور الحالات. والشيء اللي لازم نقولوه للمواطن انه فيه لقاح تاع لافاريول، لانه الفاريول القردي نفاكسينيو الناس به نفاكسينيو الناس بالفاكسان تاع لافاريول اللي كانت وقفت منظمة العالمية للصحة، لانه كانت قضت على لافاريول في الثمانينات، واللي هو في الحقيقة افيكاس حتى 85%. اذا المرحلة الحالية هي مرحلة مراقبة، ونستناو لي زانفستيغاسيون لي زونكات ايبيديميولوجيك اللي كانوا تلونساو لمعرفة، لأنه الخاصية الجديدة في هذه الإبيديمي ولا في هذه الحالات المسجلة هو أنها ما تشتش بلد واحد، ولكن فيه انتشار في عدة بلدان أخرى. نستناو التحقيقات اللي راح تعطينا المعلومات لماذا سجلت هذه الحالات وبهذه الطريقة في عدة بلدان، وهذه الخاصية الكبيرة، الخاصية اللي أثيرت لاتونسيون تاع المنظمة العالمية للصحة ولا حتى الأخصائيين في علم الأوبئة. وكان هذا المرض هذا دكتور أبو عمرة باش يعني نبهوا المشاهد الكريم ونذكروه أنه كان ينتشر في بلد ما ثم يتوقف ثم ينتقل إلى بلد آخر ثم يتوقف. الآن هناك عدة دول خاصة أوروبية. طيب، هل في تقديرك أستاذ أبو عمرة ممكن نشاهد لهذا الفيروس متحور ومتحورات وندخلوا في عدة متحورات كما في فيروس كورونا مثلا؟
لا هو في الحقيقة ما عندوش نفس الخصائص تاع كورونا أو المتحولات تاع كورونا. لحد الآن فيه دي سوش معروفين، كما قلت لك لي لا سوش مثلا المعروف تاع نيجيريا هو في الدراسات اللي عندنا تقول ماهوش قوي كثير. الآن الحالة اللي الحالتين الأوليتين اللي جات من اللي جاو من نيجيريا، جاو من الحالتين المسجلتين جاو من نيجيريا. أظن أنه لا سوش اللي كاينة هي نفس لاسوش هذه اللي ماهيش قويه. اذا نعرفوا انه المتحورات تجي مع قوه الانتقال. الكوفيد كان فيه متحورات لانه في الكوفيد والخاصيه تاع الكوفيد هو قوه الانتقال من شخص الى شخص. كل شخص يقدر كما وصلنا الاوميكرون كل شخص يوصل حتى 10 اشخاص. الفيروس تاع الجلد القرادي ما عندوش هذه القوه. إذا كما قلت الانتشار من إذا كان من شخص إلى شخص عن طريق لا كوتلات هذيك ولا الصليب ولا الكوتلات، لكن لازم يكون فيه قرب كثير دونك يكون كونتاكت ولا قريب من الإنسان بزاف، هذه أول شيء. وكذلك القرب يكون وكذلك يكون برولونجي. ولذلك الشخص ما عندوش القوه بيعطي اشخاص اخرى. اذا كنا خذينا بهذا الاعتبار هذه الاحتمالات اظن ما نشرح نعيشوا نفس الشيء اللي عشناه مع الكوفيد وعلى المتحورات تاع الكوفيد. اذا ماهوش نفس الخصائص، ما عندوش نفس القوة الانتقال، وكذلك قلت لا ليتاليتي تاعه هو 1%. عندنا اللقاح تاع لا فاريول اللي كانت حتى تدير ليفيكاسيتي تاعه 85%. الان اذا قعدوا نفس المعلومات وقعد ما فيش تطور تاع الفيروس، اظن نستناو الا لي زونكات ايبيديميولوجيك اللي نعرفوا ولا التحقيقات الوبائيه اللي نعرفوا ماذا حدث. حتى فيه اكثر من 9 دول اوروبيه اللي كانت ديكلارت بلي عندها الحالات في امريكا في اوروبا. اذا هذا هو الشيء اللي نستناوه، ما هو لانه كان ان ايفينمون جو بونس كوما ما بين كل هذه الحالات اللي سجلت اللي كانت وراء هذه الحالات في هذه الدول. يعني استاذ ابو عمره انت تقول بلي كان ان ايفينمون كوما، يعني عامل مشترك خلى كل هذه الدول تظهر فيها هذه الحالات يعني فجأة ويعني وتزامنا، في تقديرك يعني هل هذا الأمر هذا بسيط جدا أم أنه يعني يثير القلق؟ ما يزمناش نثير القلق، لكن علينا أن لا نأخذ كل الاحتمالات. هذا هو الشخص العلمي اللي يأخذ بالاحتمالات العلمية. عنده حالات مسجله، لازم له نظام مراقبه، ولازم يحط فيه ولازم له لي زونكات ولا ايبيديميولوجيك ولا كما يسموهم الانفستيغاسيون. اللي لازم نعرفوا لا سورس ولا باسكو لازمنا نعرفوا ما هي كيفيه كان كيفيه كان التنقل، ما هي لا سورس تاع التنقل، وكذلك شكون الناس اللي مرضوا. وهذا هو الشيء المهم. مثلا في الحالة الأخيرة اللي سجلت هي في فرنسا، هي حالة إنسان في عمره 29 سنة جون ستانسوجي جون اللي جاء من نيجيريا أظن. ولكن الشيء المهم كذلك قلت أكثر من ذلك، قلت كان انتقال تاع دول أخرى، لكن اللي حدث كذلك هو أنه كان انتشار من بعض انتشار من شخص الى شخص داخل لوكال داخل البلد. نعم. ماشي امبورتي. نعم. هذوما الخاصيتين المهمات الاهم. دكتور ابو عمره انقطع البث ونحن من جانبنا نشكرك ونقول لك شكرا جزيلا، انت مختص في علم الاوبئه والطب الوقائي، اشكرك جزيل الشكر استاذ ابو عمره وبتوفيق. كذلك اشكرك وانا كذلك. بالتوفيق لكل أبنائنا المقبلين على الامتحانات إن شاء الله ربي يوفقهم. إذن مشاهدينا الكرام برامج بلاد متواصلة، ألقاكم غدا إن شاء الله إلى ذلك من حين، نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.